عزيزي المشاهد مساء الخير وأهلا بيك معنا ونجم جديد على العرش. نجم عرش النهاردة عزيزي المشاهد شق طريقه في غابة النجومية الصعبة، استطاع في فترة قصيرة أن يصبح جوادا من الجياد الرابحة على الساحة السينمائية. يقوم بالعديد من الأدوار المميزة سواء في السينما أو التلفزيون أو على خشبة المسرح. لا يقيس أبعاد دوره بالمقاييس العادية التي سادت الفن زمنا طويلا، ولكنه يكتفي بأن يتميز دوره وأن يكون دورا جيدا مكتوب بعناية ومرسوم أيضا بعناية. يغير جلده باستمرار من خلال تغييره لأدواره، وهذا ما لم يتوافر لفنان آخر على الساحة السينمائية. خاض في الفترة الأخيرة تجربة خطيرة مع الإدمان، ولكن بمنتهى الشجاعة اعترف وقال لشبابنا انتبهوا لهذا الخطر، وأضيفت هذه التجربة إلى تجاربه الإنسانية الكثيرة وأيضا إلى تجاربه الفنية فزادته نجاحا. عزيزي المشاهد متهيألي بعد هذا التقديم نقدر نعرف كويس قوي مين اللي خاض التجربة الأخيرة بكل هذه الشجاعة المتناهية. لقنا النهاردة عزيزي المشاهد وفنان على العرش، وبالتأكيد هو على العرش، الفنان فاروق الفيشاوي. حالتي دي لو قعدت لوحدي هتجنن. خليني للمعركة وأكون وسط الناس، دايما وسط الناس. الفنان فاروق الفيشاوي اهلا بيك معنا النهارده يا فندم نجم على العرش. اهلا بيك استاذ فاروق. اذا حبينا نبدا البدايه الطبيعيه، نقول يا ترى فاروق الفيشاوي خريج كليه الاداب. استاذ فاروق على فكره انت كنت قسم ايه؟ انا قسم لغات شرقيه، بس هو الحقيقه ان انا ما كملتش كليه الاداب، لان اثناء دراستي في الاداب دخلت معهد فنون مسرحيه، وبعدين لما اتخرجت من معهد فنون مسرحيه لقيت ما فيش اي مناسبه ابدا ان انا اكمل كليه الاداب في قسم زي قسم لغات شرقيه، قسم محدود الحقيقة، وخريجينه ما لهمش غير أعمال يعني محددة، فما كملتش كلية الأداب. يا ترى أول عمل لفاروق الفيشاوي كان إيه؟ أول عمل الحقيقة كان في المسرح أثناء دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية. كان اسمه أقوى من الزمن، وكنا بنشتغل فيه كومبارس. تعرف يعني المدرسين بتوعنا كانوا بيستعينوا بينا في الأدوار الصغيرة وفي أدوار الكومبارس أثناء دراستنا في المعهد، فكان أول دور لي أحد الأدوار الصغيرة جدا في مسرحية أقوى من الزمن. أستاذ فاروق، هناك اعتراف جه على لسان فاروق الفيشاوي نفسه في بدايته، طبعا بيقول فيه ان هو في البداية كان بيعمل ادوار دون المستوى، ده لان هو كان بيرغب في الانتشار السريع، او كان ايضا عايز يثبت جذوره في الارض، ده عن لسان فاروق الفيشاوي. مش عارف يا أستاذ فاروق، في الفترة دي كان التلفزيون متبنيك تماما، يعني عملت اعمال كتير قوي فيه، عملت حصاد العمر، عملت سلاسة في قطار، عملت بابا عبده أو أبناء الأعزاء شكرا. مش عارفة يا ترى انتشار السينما بيختلف عندك عن انتشار التلفزيون؟ طبيعي. هو أي فنان مبتدئ بيحتاج إلى فرصة، فرصته بتيجي من خلال عمل بيبرزه وبيبرز مواهبه الفنية بشكل مؤكد. ده حصل لي على مدى 5 سنين، من سنة 75 لغاية سنة 79. في ال5 سنوات دول أنا حاولت محاولات كثيرة جدا جدا في التلفزيون. يمكن من الأعمال الأولى اللي كانت لي عمل كان متميز جدا كان اسمه الحساب القديم، وأخذت فيه تقريبا بطولة مطلقة بجانب الأستاذ الكبير يحيى شاهين وليلى حمادة والأستاذ صلاح السعداني والأستاذ حسين الشربيني، وكنت بعتبرها فرصة من السماء. إنما هذا المسلسل أثناء عرضه لم تكتمل له أسباب النجاح، وقت عرضه مع يعني ما لفتش النظر قوي ليه، فأنا ما تمسكتش بهذه البطولة، بالعكس نزلت للأدوار التانية والأدوار التالتة والأدوار الصغيرة، إلى أن جاءت الفرصة الكبيرة في مسلسل أبناء الأعزاء شكرا أنا مشهور بباب عبده إخراج الأستاذ محمد فاضل. المسلسل ده برغم تجاربي الكثيرة جدا جدا في التلفزيون، وبرغم أن أنا عملت قبليه مسلسل حصاد العمر من إخراج السيدة إنعام محمد علي وتأليف السيدة فتحية العسال، وكان مسلسل متميز جدا، إلى أنه عرض بعد بابا عبده. ما يعني أنا بعتبر أن هي فرصة واحدة اتقسمت اتنين، بابا عبده أولا ثم حصاد العمر الثانية. انت لازم تطلع تنام دلوقتي على طول، انت بقالك 3 ايام ما نمتش. ما كنتش متصور ان الازمه دي هتعدي على خير يا سوزي، بالرغم ان الدكتور وياما عالجت ناس في مرحله الخطر، لكن اول مره اعالج مريض من اقرب الناس ليا.
أبويا. كنت متصور إن أنا لو غمضت عيني لحظة واحدة الموت هيخطفه مني. ده أب وأم بالنسبة لك يا ماجد. الحمد لله. الحمد لله إنك رجعت بيتك يا ماجد. كنت لازم هرجع يا سوزي. دقائق. ممكن ادخل يا بيه رأفت؟ لسه معادك مجال. لسه يا انت اوعى. اهلا يا ماجد يا حبيبي. اهلا يا ماجد. بابا حبيبي. اهلا 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 يا سوزي. مبسوطة من الواد ده؟ طبعا وانا اقدر ما انبسطش منه. يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا عفاف.